قلتليش بقى. قفش ليه انت كمان؟ اتخانقت مع ابويا وامي. اوه عادي بقى. بقول لك ايه؟ شيكت على الكمبيوتر؟ اه. يا رب بس البرينتر يدينا الشكل اللي احنا عايزينه. ما تقلقش، دينا هتظبط كل حاجه. بقول لك ايه؟ احنا هنطبع عني فيها بالظبط. بس يا ابني ما ينفعش نتكلم الكلام ده هنا، حد يسمعنا. انا قلقان من خالد ده. بيني وبينك انا كمان قلقان منه قوي. طب اسمع. احنا نرمي الحمل على طلعت ودينا. الواد الصعيدي ده سيبهولي، انا هظبطه. لو كان ينفع يتظبط كان يتظبط من زمان يا اخويا. يلا. عايزه مين؟ طلبه موجود؟ اقول له مين حضرتك؟ لا يا حلو، سيبيني هقول له بنفسي انا مين، اوعي من طريق. استني هنا. استنى ايه يا اختي؟ تعالي تعالي. ايوه زين، زين اللي نصبت عليها. تبتدي شعري. خلاص. سيبيها وانا هفهمك. يلا بقى سيبيها خش جوه صفيتي دلوقتي. صافي وبيجامه حمراء وليلة. ايه يا بنت؟ ما تقلقي كده عشان نعرف نتكلم مع بعض. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بعد ما نصبت عليا واخدت فلوس انا وطالع؟ يا بنت نصبت عليه اه، لكن انت ما نصبتش عليك. انصب عليك ازاي يا خايف؟ ده احنا اخوات. اخوات؟ وانت خليت فيها اخوات بعد اللي عملت؟ بدل ما تقف جنبي وتساعدني تنصب عليا وتسرقني. يا بنت كنت هقولك، بس لو كنت قلتلك ساعتها كنت هتحني زي العاده وتقولي لسي طلعت حبيب القلب، صح؟ وتسرقه ليه؟ عملنا كده واد غلبان. يا بنت كده كده هو بيتسرق وبيتنصب عليه، يبقى احنا اولى بقى والفلوس فلوسنا. أنا ماليش غيري كزينة. يا بت أنا مش شايل هم حاجة في الدنيا غيري، افهمي بقى. أنت كداب، لو شايل هم بجد ما كنتش تنصب عليا أنا وطالعة، وكنت سبت لنا شقة نتجوز فيها، بدل ما أنت عاملها لمزاجك يا واطي. هتلمي نفسك شوية يا بت. بنتي اللي بتضربها. بس خلاص. واضح إنك مش فاهمة ومش هتفهمي، وأنا بقى لازم أفهمك وأقول لك الحقيقة. طالع ضمن النوع النمرود. إلا لو ربنا إداله شوية وطلع فوق، أول حاجة هيعملها إنه هيرميك أنت. هيدور بقى على واحدة على فرانكا. انا عارف، عشان كده انا قلت اقصقص ريشه. خدت الارشانات دي وخليتها معايا. عارفه خليتها معايا ليه يا زينه؟ عشان عارف ان انت حنينه وقلبك طيب وهتحني له وتديهملي. انا بحتفظك. عرفت انا نصبت على طلعت ليه؟ لا مش عارف. بكره بقى لما طلعت ده يكبر ويرميكي هتقول ان طلب اخوكي ده كان بيتكلم في الصح. فاهمه؟ انا بقول لك اللي انت لسه هتشوفيه يا زينه. انا اخوكي ابن امك وابوكي. تعال. والنبي ادينا كوبايه شاي عشان دماغي هتطج. مش عارف اخره اللي احنا بنعمله ده ايه. اللي احنا بنعمله ده حرام، ما يرضيش ربنا. ربنا هيحاسبنا عليه. حاسبنا عليه؟ احنا ملناش دعوه يا عم. الدنيا هي السبب في اللي احنا فيه. بس احنا الغلطانين يا ماجد. دي الحقيقه اللي احنا بنهرب منها. احنا اللي عملنا في نفسنا كده. غلطانين في ايه؟ فهمني، غلطانين في ايه؟ احنا كنا حته لحمه حمراء اترمينا في الدنيا دي. مش احنا اللي اخترنا، احنا كنا عايزين نتعلم، عايزين نشتغل، عايزين نتجوز، عايزين نعرف مين اللي قتل ابوك. اكيد احنا ما كناش عايزين حياتنا يعني تبوظ. ما اخترناش بمزاجنا، صح؟ صح ولا لا؟ متقلبش علي المواجع. بقول لك هي كده بتطبع؟ ايوه. نفس صوت بابور الحارت عندنا في البلد. حارت ايه بس؟ هتظبط. بسم الله. يا
دي تعيبه ضغط ال 200 جنيه بالظبط. نفس المقاس يا جماعه. حلو قوي الكلام ده. ايوه وريني كده. اه يا جماعه بس في مشكله. ايه؟ العلامه المائيه بصوا مش ظاهره، باين انها مزوره. بقول لكم ايه؟ انا اعرف برنامج ممكن ننزله من على النت هيطلع لك العلامه المائيه على الورق، نشتغل منه. برافو. فين ده؟ عليه النعمه لا ما يعرف انها مزوره. ده عامله زي ورق اللحمه. وبص بص بتطبق كيف؟ استنى. ايه ده؟ نعمة ربنا يا غبي، تعمل كده بالفلوس؟ لف كل بيه 50 تنكم. 50؟ انت جاي تعملهم عليا يا جدعان. تعالى ركزوا، احنا عايزين ورق قريب من ده، ورق من نوع معين خشن. بصوا بصوا الورقه دي والورقه دي امسكي. سيبوا لي انا الماموريه دي، انا هجيب لكم ورق شبه ورق العمله بالظبط، ما تشيلوش هم. طب شوفوا دوت. شوفوا حلو ده بس شفاف شويه. ما هو ده ورق شفاف. الورق ده خشن، احنا عايزين ورق ناعم. نعمه؟ يعني نعمه ورق عامل زي ورق التواليت. ايه اللي انت بتقوله دلوقتي ده يا خالد؟ التواليت ايه بس؟ عايزين نركز في شغلنا. ها انتوا بتشتغلوا في ايه بالظبط؟ انت كده بره يا معلم، تعيش تاخد غيرها يا حبيب قلبي. ايه ده؟ لا يلا يا حبيبي، انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا جعير؟ بلم الغالي الاكسترا منك. لا يا حبيبي لا، هتقعد وهتلعب ورب. كفينا يا حبيبي. ما كفيتك يا جدع وخدت كل فلوسك، تحب بقى لعبك على هدومك؟ لا هتقعد وهتلعب وربنا اللي غلبك. انت كداب وصدرك واقع ولا هتضرب ولا هتليل. هتقعد وهتلعب. شيلك يا مرسي، ده المضربك زي كل مره. انت تضربني. انت تضرب. آه. انت تضربني انت. خلاص يا مرسي. اه وهضرب كمان. اهو خلاص يا مرسي. اموتك المرة. ايه اموتك كل مره تعمل كده يا جدع انت. انت فين يا طلعت؟ النهارده نادي يا غيبابه. لا يا عم طلعت المواعيد دي، ينفع كده؟ مستنيينك من بدري يا عم. اطمن بقى يخلص. كان يا مرة أحلى مساء يا معلم. صباحك فل يا عمو. مديني 200؟ ها مظبوط. وانت حسابك 80 لي، يبقى ليك 120. صباح فل يابا. ها كلمني. ماشي يا عم. سلام يا بنساء. شفت يا معلم الواد طلعت ده بقى انه مسطول ولا ايه؟ بديله 200 جنيه راح مرجعها لي في البيت تاني. صوت الو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. طب السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دول 5 كيلو مشوي. هم دول ان شاء الله. اتفضل يا باشا. الف انا بيه. وبيع علشان. بيع علشان مين؟ دي جايبها منين دي ان شاء الله؟ جايبها منين ايه؟ جايبها منين؟ بنك مين؟ دي مضروبه يا معلم. مضروبه زي مين اللي ضربها؟ مضروبه كده على عينها. جايبها منين دي يالا؟ يا حماده. مش عارف مين يعني؟ انا راس سمير. انا راس سمير يا عم سمير. امسكه. لو سمحت انا اخدت نص كيلو عسل، ممكن اعرف حسابه كام؟ 20 جنيه يا فندم. اوكي اتفضل. مفيش فاكهه من حضرتك؟ لا الحقيقه معيش فاكهه. بس دي علامه انت مش موجوده. ممكن تمشيني بسرعه بس عشان مستعجله؟ العلامه مش موجوده يا فندم، ما هي بتاعتي. طب خلاص خلاص لقيت لك فكه، اتفضل. ايه؟ العلامه برضو مش موجوده؟ لا تمام موجوده. شكرا. العفو.